احنا اليوم في صدد خرجة جهوية على مستوى جهة سوس مسا هنا في مدينة أكادير من أجل التحسيس والإخبار ديال مجموع الإدارات اللام ومركزة هنا بالجهة حول الصيغة الجديدة المبسطة للمساطر الإدارية اللي كتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار. طبيعة الحال تحت إشراف تحت رئاسة السيد الوالي على مستوى وبتنسيق من المراكز الجهوية للاستثمار اللي كتدرس هاد القرارات الإدارية اللي كيتقدموا بها المستثمرين اللي بغاو يقوموا بمشاريع استثمارية على مستوى الجهة، وبطبيعة الحال بالتنسيق مع جميع الإدارات اللي كتعالج هاد القرارات، بحيث أن العملية التبسيطية اللي عرفتها هاد القرارات هذه كانت بطبيعة الحال بالتنسيق على المستوى المركزي مع جميع الإدارات المعنية، وتم تقسيم هاد المساطر لأربع مجالات، كاين المجال ديال رخص التعمير، مجال ديال مقبولية المشاريع فيما يخص الاستفادة من يعني التحفيزات المالية اللي كتقدمها الدولة للاستثمار، كاين كذلك المجال الثالث المتعلق بمساطر الاستغلال خاصة فيما يخص يعني المناطق الحرة، المناطق الحرة الصناعية والاقتصادية، والمجال الرابع هو مجال الولوج للعقار سواء يعني العقار يعني اللي داخل في الملك الغابوي ولا ديال املاك الدوله، من اجل يعني حصول المستثمر على العقار اللازم، تعبئه العقار اللازم لاجل انجاز المشاريع الاستثماريه. اذا هذه العمليه التبسيطيه اصبرت عن حذف 45.5% من المجموع الوثائق اللي هي اليوم مطلوبه من المستثمرين اللي غيتم حذفها، ويتم الاحتفاظ فقط ب 55.5% من الوثائق اللي هي مطلوبه اليوم من المستثمرين من اجل الحصول على هاد الرخص اللي كتمكن لهم من تنفيذ المشاريع الاستثماريه ديالهم على مستوى الجهه. وان شاء الله فور الانتهاء من هاد الخرجات التواصليه والتحسيسيه على مستوى الجهات ال 12 المملكه غادي يتم اعطاء الانطلاقه من اجل العمل على ارض الواقع بهاد المساطر الجديده المبسطه، وذلك قبل نهايه ان شاء الله السنه.